السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. اليوم ما غاديش نوجدوا السفوف لأنني هذا هو السفوف اللي نزله معكم العام الفايت، يعني هو اللي معتمد عندي وكندير دائما. الفيديو ديال اليوم ما غاديش كيف قلت لكم ما غنديروش المقادير ديال هاد السوف، غنحطها لكم في هاد اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف، او ممكن تتبعوا الفيديو حتى للاخر وغادي تلقاوه في الفيديو الفيديو ديالو غتلقاوه في اخر هذا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه كيفاش ندلكوا السفوف. هذه الطريقه سهله ديال المعكازات، واللي مرض بحالي يعني انا بحكم المرض ديال المفاصل ديالي ما بقيتش كنقدر ندلك بزاف او لا ندير شي مجهود في الدليك، جاتني فكرة أنني السفوف غادي نخلطو في العجان. يعني بعد ما غندير دابا ديك الخلطة اللي كندير اللي غتلقاوها في الرابط ديال السفوف، يعني داك الزيت ديال اللوز اللي كنقلي فيه اللوز، كنقلي فيه واحد نص كيلو ديال الطحين وكندوب فيه الزبدة اللي غنخلط بها. ها الخلطة أنا موجداها، هي غادي نديرها قدامكم. المكونات ديال السفوف كلها ها هي جمعتها كيف كتشوفوها، كان بقى لي غير السكر كلاصي من الفوق غادي نخلطو. كيف قلت لكم الفكرة أو المغزى من هذا الفيديو هو طريقة الدلك ديال هاد السفوف بطريقة سهلة وبسيطة وما كتاخدش منا مجهود. غنحيد هاد البانيو غادي نقول لكم أشنو فاش غنديرو فاش غندلكو السفوف ديالنا. السفوف ديالنا غندلكوه في العجان، وهذا هو المغزى من هذا الفيديو كيف قلت لكم اننا غادي ندلكوه في العجان. هذا هو العجان اللي انا بالنسبه للسيدات اللي عندهم العجان. غادي نخلط السفوف ديالي بهذاك الزبده وغادي نبدا نهز ونحط هنايا وندلكو، نخلي العجان يدور حتى يتدلك ليا وينسجم ونديرو هذا الراس، هذا الكروشي ماشي الاخر، يعني ماشي ديال الخبز. دابا غادي ندوزو نخلطوه مع بعضياتنا. هذه هي التخليطه اللي كندير انا في السفوف ديالي، هذاك الكيلو نص كيلو ديال الدقيق اللي كنحمر في الزيت ديال اللوز، كنضيف ليه الكميه ديال الزبده اللي غتلقاو لكل كل هاد المقادير كيف قلت لكم في صندوق الوصف او لا تفرجوا حتى الاخير الفيديو. دابا غادي نخوي هاد الكميه اللي عندي كامله، لان انا هذا هو القياس المضبوط. غادي نجيب شي مغرفه د العود اللي كنت كنحرك بها نيت، وغادي نخويه كلشي لان الدقيق كيحتل لتحت كيف كتشوفوا. دابا غادي نخلط، غادي تجيكم الكميه غتقول الكميه ديال الزبده كثيره، لا راه هي هذيك. المهم راه البنات جربوه اللي معايا في الواتساب الاكثريه وحطوا لي فيديوهات ديال التطبيقات ديالي، لكن انا بغيت نتقاسم معكم غير الطريقه جديده باش غادي ندلك هذا السفوف ديالي. غادي نجمعوا هكا بيديا حتى تنسجم ليا هاد العناصر كامله، عاد غادي نديرو في العجان، والعجان اللي غادي يدلكوا ليا باش ما يبقاوش دوك الكواري وداكشي اللي حنا كنبقاو ندلكوا فيه على قبلهم في العجان ينسجم اكثر. انا دابا غير كندير ديك الزبده باش تدخل في كل شيء، عاد غادي ندلكوا، لان السوف تديري كل شيء وكتجي حتى الطريقه ديال الخلط ديالو حتى هي تتلعب دور. الا ما كانش السفوف مدلوق مزيان ومخلط راه ما تيعطيناش ديك لا تيكستور اللي كنبغيو في السفوف. هنايا انا كنبغي السفوف شويه، ما كنبغيهش ناشف كيف كنقول، كنبغيه شويه معلك. هانت انا علاش غنديرو على قبل هاد الكويرات اللي كيكونوا هو اللي كنديرهم في العجان انا يدلكوا. صافي دابا الزبده غنشوفوا واش دخلات في كلشي مزيان لتحت، وغادي ناخذ العجان ديالي وغادي ندير فيه وغادي نبدا نخلط. هادو هما الكويرات، هانتو كنشوفوا كنعرفوا ان العطريه هذيك المكونات اللي كنديروا في السفوف كتبقى لينا كويرات، فهذا كيعجنوا هذا العجان كيدلكوا لينا مزيان، وحتى تيطلق ديك الزبده تطلق مزيان في المكونات. عوض نصيفطوه للزنقه
باش نخلطوه ويخرج لينا مزيان. انا ما كنحبتش هذيك الفكره، ما تعجبنيش، لانني فايت مني جربتها واحد العام، قال لي راسي هزي كلشي وديه المول العطريه يطحل لك كلشي، لكن جاتني فيه بنت الحرق ديال الماكينه، هذيك الماكينه تتحرق لينا العطريه ديال الصفوف كامله. ها انتم كيف كتشوفوا دابا الزبده دخلات مزيان. دابا غادي ناخذ العجان، البول ديالي ديال العجان. دابا خديت الصفوف ديالي، هو راه باقي ما مدلوكش، دابا غادي نديرو في العجان اللي هذه هاد المرحله هي اللي دايره على قبل انا هاد الفيديو. كيف قلت المقادير ديال الصفوف غتلقاوهم في صندوق الوصف، ولا في هاد الفيديو تفرجوا فيه حتى الاخر، غادي غادي يظهر لكم في الاخر الفيديو ديال طريقه تحضير الصفوف. دابا غادي نخلط العجان ديالي، راه ما تياخذش لينا بزاف ديال الوقت في العجان، ما كاملاش 2 دقائق 3 كنطفي عليه وهاد الصفوف ديالي مدلوك مزيان. بمجرد ما كملت 3 دقائق ها انتم ها الصفوف ديالنا، وديك الكميه اللي كنديروا ديال كيف شفتوا كان ناشف شويه كيبان لكم، غير دلكتو ها انتم خرج لي الصفوف مدلوك معلك كيف كنبغي انا، يعني انا تنبغيه بحال هكا ها انتم. ها هو الصفوف ديالنا مدلوك معلك مقاد بلا تماره ديال الدليك بلا تماره، ها انتم ها انتم الفرق. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الصفوف، وغادي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الوصفه ديالنا، ولا هاد الطريقه ديال خلط الصفوف. هنا كملت الدليك ديال الصفوف ديالنا، ها انتم كيف كتشوفوا كيجي معلك. انا الا ما كانش الصفوف هكا معلك علاش؟ حيت لانه كيبقى كيشرب، غادي يجي اما يجي فين يجي رمضان حتى يولي هكا كما كنبغي انا. ها انتم وهذا الطبيصيل زوقته. نتمنى الفكره ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.